برشا في الاستوديو في هذا اللقاء المباشر من برنامج في العتيق. ما نحكي لكمش على الكواليس وعلى الزغاريد والاجواء الحلوه في هذا اللقاء المباشر عن محمد اسطنبولي ككل اسبوع تبارك الله ينشطنا ويحفلها الاجواء في الكواليس. سي محمد اهلا وسهلا، مرحبا بك. السلام، اهلا وسهلا. نوبتك هذه. انا نقول لك نحب جو تونس، جو تونسي بكله تاريخ بكله يحزدون عليه. لا لا الحمد لله لاباس. جبتك هذه ما شاء الله محلاها، يعني اسمها او خمري خمري خمري, خمري, خمري. وقيد هذيك عرف وقيد. وشنو الحرج؟ الحرج اوكب مذهب. لا مش مذهب، بيج 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 بيج. وين جبتي هذه؟ شنو الماتير هذه؟ نعم ماتير نتاعها نوع السكروتة. نوع السكروتة ياسر خفيفة وباردة وصيفي ولونها نتاع صيف زاد لون نتاع لون البحر خفيفة. وحبينا نعملوا تريزة جديدة على خاطر يزينا من التريز نتاع قبل، يلزمنا قد ما نطوروا شوي. يعني اسلام مرزوق نذكروا اللي تحضر معنا، مرحبا بك من جديد اسلام. اللي انت اكتشفت سي محمد اليوم ولا تعرفه من قبل؟ نعرفه من قبل. الفينيسيون اللي عنده كل ويجدد، وكما قلنا في اكثر مره يلقص في الالوان، يعني حتى اللون نتاعك ديجا نتاع الجبه اللي لابس باش نقول لك راهي سي لا توندونس نتاع صيف 2020. هاي ديجا يعني اين على الاخر اين يعني. على الاخر سي محمد يعني مواكب للموضه ان شاء الله نتاع الجاي خير برشا، خاطر ديما كل مره يكتشف لنا كل مره نحبوا حاجه جديده باش نغرموا العباد الغايه نتاعنا احنا. يعني عنده الجراه في الالوان وهذا مهم. ما زال صغير شباب رو. شباب بابوري زفر أنا في 8 أوت نعمل 67 سنة. هابي بيرثدي 8-8-53 قداش؟ 8-8-53. حبيت نهني بالمناسبة هذه، عندي بنتي أنس ربي يخليها لي، نزلت لها بنية. هاي إن شاء الله مبروك. سميتها نور. نور نور الله الله الله. يعني قداش عندك من حفيدة؟ عندي توا 6 أحفاد ما شاء الله، 5 بنيات وليد برك. عاقلين كلهم الله يرحم والديهم نسوني في أولادي. ربي يفضلهم ربي يفضلهم ربي يفضلهم. حبيت نحيي آية أبو زيان اللي نجحت في البكالوريا البارح ويعطيها الصحة وإن شاء الله مبروك الآية والأمها هاجر أبوها عماد ويرحم صوفيا كيف ما نقوله. وأيضا حبيت نحيي عائلة حداد من بنزرت ومن صفاقس طبعا بنجاح بنتهم في البكالوريا، ويعطيها الصحة وإن شاء الله بالنجاح لكل العائلات واللي ما زالوا مؤجلين إن شاء الله يا ربي في البكالوريا. وأكيد الزغاريد البارح في برشا عائلات وفي برشا بيوت. من جديد نرجع سي محمد، عجبك الجو اليوم في الاستوديو؟ والله الجو ديما باهي وإن شاء الله العبد الكل ديما تعمل جو. والحاجة الباهي اللي فيك أنت كل مرة تجيب من المنطقة وتجيب في نفس جديدة، معناتها هي هو البرنامج في العتيق والإذاعة الوطنية للتوانسة الكل. صحيح. وأكيد أي منطقة في بلادنا وأي جهة مهما كانت في أي نقطة من تراب الجمهورية، إن كانت مدينة أو قرية أو حتى عمادة صغيرة، المهم أنه لها الفرصة في الإذاعة باش تتعدى وباش تبث المنتوج متاعها وتعطي كل ما عندها من مواد. إسلام اليوم يعني هالجو ذي التونسي الأصيل أكيد يخليك فرحانة ويخليك أيضا متفائلة أنه غدوة إن شاء الله باش يكون أفضل. إن شاء الله بيان سور إن شاء الله الغد أفضل، ميم سي اللي صار لنا توا وكل شيء إن شاء الله جاي خير. جاي خير نتفائل، يعني واحد ديما يكون متفائل. متفائل بيان متفائل. سور لاحظتش محمد فين قاعد؟ بحضر هرب لك بالجو داني باش نتعارك. ليه مقبليك قلت له هاك الكرسي ذاك، قال لي لا نحب نقعد حدا الخبز وحدا السلطه مشويه. يا مروه يجي رد بالك على السلطه المشويه والخبز. هو انت الصباح كليت البسيسه كلها؟ كليت بسيسه بالهندي وانا نصيكش بسيسه تاكل بسيسه وتعديها بالهندي مش نورمال. والله العظيم نحس في روحي شبعان ما شاء الله. والله في نجم وجسليم غادي حداك؟ لا لا ولا في الدار؟ في الدار في الدار البسيسه. كرموس؟ لا لا كليت الهندي. كرموس غادي الهندي هاي الهندي هندي سلطان الغله ما كذبوش. والله تاكلها البسيسه بالهندي والله نحس بروحي شبعان عديده. مرحبا بك سي محمد شرفتنا يعطيك الصحه. نمشيو الخوله هكا ساكت وما تحبش تتكلم برشا لكن صويبعاتها ما شاء الله تتكلم وحدها. خوله اهلا وسهلا مرحبا بك. عسلامه مرحبا بك. اللقب بتاعك خوله؟ خوله ابراهيمي. مرحبا يا خوله، منين جيتنا يا خوله؟ من رواد. من رواد. اليوم تبارك الله حظ الاسد للرواديه هكا الرواديه. اي مرحبا بيك. تحيه الرواد الجميله وشاطئ رواد. عندنا معها ذكريات في الطفوله يا حسره. به المنتوج نتاعك هو خشب شنو هذا؟ MDF. هذا يزمو تكوين خاص ويزمو برشا جهد وبرشا صبر هكا ولا؟ ايه انا تكونت في الارجرافيك ارينا ايوه.
ومن بعد عملت مشروعك وحدك ولا شكون معاك في المشروع؟ لا مع بعضنا إيكيب، مع بعضنا. خطر شو اسمه مشروعكم؟ الأفق. 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 ورقم تليفونكم؟ 92 77 28 63. لوريزون الأفق 92 عود 92 77 28 63. 63. وصفحتكم على الانترنت؟ عندي الصفحة متاعي خولة فيسبوك خولة براهمي امبريسيون. أيوة. وعندي باج مسميتها لاغد امبريسيون بيسكو نخدمو توت اغد امبريسيون. باهي برشا. اليوم هالمحلاها بالحق اسلام، اكيد انت تحب الحاجات الجميلة، تشوف في حاجة مبتكرة، حاجة ما يشوفوها ديما، يعني اعطينا فكرة تو اللي معروضين قدامنا، فما طبق هذاك نتاع الحلويات ولا نتاع؟ عندنا موديل نتاع اطبقة. ايوا عندنا باكوات نجمو نعملوهم للحلو هكا، حاجة تنسية حلوة برشا. اي حلو حلو. اي عندنا النخلة والجملة هكا. عندنا الخمسة هيك قدام، عندنا الخمسة هذيك شنو الديكور؟ الديكور في الصالون. هذه حاملة مناديل محلاها، هذه مثلا باش توزع على البقلاوة ولا العروسة. هذه محلاها الفكرة ياسر حلوة. قلت لك ملكة. وذيك شنو اللي فيها الفناجل هذيك ولا شنو؟ وعم تعرف فيوزا هذه صدور الفنجان المغادي. هذوما زوز ثريات. 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 ايه. عنا لي زباجور زاد مغادي. ايه عجبوني لي زباجور. لي زباجور شبان برشا ويكتب فيهم يعني. لغابيسك. ايه حلوين. ايه عنا برشا موديلات. فما حميلة مناديل زاد هذيك نقولوا احنا نتاع اللي هذيك اللي تتحط بالباكو، عنا هوني اللي تتحط بالكعبة هكايا. والاخرى بالباكو. والاخرى يتحط في وسط الباكو. فما زاد المحلاها اللي تحمل. عنا حامل الكتاب القرآن. ايه. ممتاز برشا. فما زاد اللي يتحط فيه القرآن، يعني كتاب يغلف القرآن هذاك. أيه. هو الباكو اللي تحمي فيه الشباب برشا. تحمي فيه الكتاب القرآن. أيه. شباب ياسر محلاه. اي محلاه وبرافو بالحق، يعني اتقان كبير. هذا قداش من واحد يخدم في المشروع هذا؟ يعني قداش يعني مثلا القطعه ذيك على قداش من يد تتعدى؟ اكثر من 3 يدين. اكثر من 3 يدين. قداش وقت؟ أيه. تستغرق وقت ميكرو، تستغرق وقت يعني في الكرياسيون، معناها من الفكره للتطبيق. مثلا الكتيبه شكون يكتب وشكون يعمل الكاليغرافي؟ الخدمه هذه معناتها خاصه بالانفوغرافيست. ايوا. معناها الانفوغرافيست تخدم على الاورديناتور، احنا نخدموا الفكره نطبقوها من بعد على الماشين، ومن بعد خدمه اخرى باليدين تركبها تزينها تعمل اللمسه نتاعك تطلع حاجه مزيانه. هذوكم حقا بيد؟ اي هذوكم سيكان، هذوما اللي باللوحه هذوكم نتاع سواري. أيوة. وفما عندنا سيكان نتاع كل يوم زاده. أيوة. بال خاصه من جند صغيراتك. بالصغار وكبار. أيوة. زاده. أيوة. مطلوبين يعني. اي مطلوبين، ياخذوهم نساء ياخذوهم بنات. وذيك تو اللي خاصة تو فما الافراح. أيه. اللي دراجي والفونفيد هذه بلاتو بالشجرة نتاعو للدراجي نتاع تسمع سي محمد اش قولك؟ سي مبدعة ممتازة. يعني انا حبيت نسأل على نتاع مصحف القرآن قداش يعمل كتاب السوم هذاك قداش؟ هذاك انا المحمل ولا المحمل اللي نحطوا فيه كتاب القرآن انا هذاك مهم برشا. هذايا 20 دينار اما هما بالقياسات انت حسب الحجم نتاع الكتاب اللي عندك. برافو برافو. يعني على ذكر الاسوام اليوم اسلام معادلة كبيرة وصعبة، انه اسلام تقول لك انا الماتير اللي خدمت بها والكرياسيون كذا، نقولوا احنا ما تطلبش قداش بنكلفها، يعني ما فهمتش حبيت تقول لك، يعني تقول لك انا مثلا الفيد كذا ولا الخاتم ولا غيره، تقول لك انا نحب نبيعه بمليون، مش بالمعنى بمليون خاطر هو غالي، نو هي الفالور، يقول لك مليون ربما ما يجي فالور نتاعو، يعني على قداش انت تعبت باش عملت الكرياسيون نتاعك وباش فكرت كيفاش تبدع، خاطر فيها ابداع هي الحكايه. في ارتستيك يعني، يعني كيما اللوحه الزيتيه واحد يقول لك ب 40 مليون لوحه زيتيه. اي خاطر باينه قريت قرايه معناتها توسكي تصميم وكل. معناتها واحد ينجم يوصل معناتها يشوف المنتوج، اما شوف وراه شنو صار بالضبط، خاطر مش متضربة الاولى، فما شكون متضربة الاولى هذيك من بعديك بالتجربه وكل شيء، متضربة الاولى يخرج لك بروتوتيب وبروتوتيب يتباع وتنجم تستهلك وكل شيء، فما شكون معناتها يتعب معناتها يخرج قداش من بروتوتيب يطلع مش فونكسيونيل. هات نمشيو لحاجه اخرى وهنا مهمه جدا للناس اللي يسمعوا فينا، المنصه اللي كان معنا منذ قليل وسيم وانت معاه في المنصه اللي هو زوجك تحيه ليه، شنو الفائده نتاع الحرفي اللي يتعامل معك؟ يعني نتصور انه مثلا القطعه كان يبيع فيها ب 20 دينار ينجم يولي يبيعها باغلى، نتصور هكا يبيعها باغلى.
واكثر يبيع. اي يبيع يبيع اغلى بيان سور على خاطر عنده دي فري دونفوا وكل شيء معناتها باش باش يبعثهم وكل شيء التكلفه وكل شيء. واحنا ماذا بينا معناتها نسوقوه المنتوج اما زيدا واحد يعرف هو قيمه المنتوج. بالضبط. انا بيدي معناتها في الحكايه هذه معناتها نعرف المنتوج هذاك قديش تقريبا الفالور نتاعو. يجيني شكون معناتها يلقون في المنتوج معناتها يبالغ في فتولي مبالغه وقتها ماهيش باهيه معناتها. عندكم حاجه ربما انتم زاد يعني مهمه جدا في المنصه نتاعكم هي المصداقيه خاصه في والحاجه صح مصداقيه. انت باش على انترنت يعني باش تقول لي هذه راهي مصنوعه بالام دي اف هكا اي ما تجيش تقول لي راهي لوح. اي بالضبط يعني ولا والا لي ماتيير زاد في مثال حاجه فضه تقول لي راهي فضه ما تجيش تقول لي راهي هي نحاس وهي تجي تقول لي فضه وهي نحاس. وعندك حاجه اخرى مهمه هي اجيل ليفريزون يعني أي. اجيل يعني تقول لي لو 15 اوت سي لو 15 اوت يعني ما فماش نقاش قبل مثالش اما بعد لي يزمك انت تتاك هو ديجا قدر الله يتضر في الحكايه يتضر ما شنو عندنا مصداقيتكم مع المصداقيه نتاعنا احنا تجي في وجهنا احنا مش في وجه الحرفي ولا هذاك علاش تصور في معاملاتكم الاولى مع الحرفي تحطوا قدام الامر الواقع اي فوالا نتفاهموا معاه في كل شيء حتى في الاسوام شو يعني فما شونجون دو كونترا شنو اللي يصير فما كونترا اي ديجا حتى في الاسوام معناتها نشوفهم بحكم يعني زاد انا تجربتي انا اي من الاخرين زاد فوالا أيوة. ما نحبوش هو خاسر باغ اكزومبل حاجه هو يبيع فيها بالتونسي مش باش يمشي يضربها في خمسه بالضبط فهمت علاش تضرب فيها في خمسه وعندنا زيدا عندنا جيليا زيدا تونسيه غاديكا احنا ماذا بينا ما جيليا التونسيه كيف تهبط كيف تبدا هي لبرا مش لازم تقعد تستنى حتى لين تهبط تونس باش تمشي تشري بالضبط. هي مثال جاتها مناسبه وتحب تهدي حاجه تهديها تونسيه علاش علاش تخرج تمشي تشري منتوج اخر فرنسي ولا حاجه ما عنديش مشكله مع منتوج فرنسي أي. اما ماذا بينا نستهلكوا تونسي كيف يبدا متوفر هو والسوم معناتها في المتناول في المتناول علاش ليه؟ يعني لقيتوش مثالش نحكيو بالواقع بالواقع ماش صارت لكمش بعض الاشكاليات مع حرفيين توانسه في التسويق او في البلوتو في الـ في الـ الاجيل في الـ الـ لا في الاجيل لا اما في الكاليتي الكاليتي لا احنا بيدنا احنا ما نختاروا الحرفي ومن 70 حرفي اليوم من العالم الكل معناتها نختاروهم فهمت معناتها اي معناتها نشوف خدمته وحتى توا مثال توسكي كوسميتيك وكل شيء ما نجمش انا عبد نحكي له على خدمته وانا ما جربتهاش بالضبط 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 والا حاجه ما ذقتهاش توسكي يعني برودوي دو تيغوار وكل شيء مثال كيما المعجون كيما فهمت ماذا بينا احنا الزرير الزرير البسيسه هذوما كلهم راهم مطلوبين مطلوبين, مطلوبين والناس كل توا رجعت راهو الحاجات القدم بالحق باش نرجعوا لك سلام نمشيوا لفاطمه وباش نرجعوا زاد الخوله وفي انتظار باش نرجعوا لمروه وايضا نسرين. فاطمه اليوم المشروع نتاعك اللي هو تغليف وغيره يعني مطلوب تو خاصه في المواسم هذه مطلوب ايوا محليهم الكراسي عجبوك اي محليهم كرسي يعني شنو ريش هذاك شنو نديري علوش فورير فورير معاك في المشروع شكون يخدموا معاك؟ لا وحدي وحدك تبارك الله كل شيء عندي معناتها صنايع معناتها الغلاف نتاعي والنجار نعتمد انت من الناس اللي تحترم الاجيال في مع الحرفه نتاعك بطبيعه الحال مهم جدا هذا مهم جدا في الخدمه نتاعك انك باش تنجح لازمك تكون بونكتويل في اوقاتك وفي كل شيء في اوقاتك في كل شيء وفي تعاملك وفي خدمتك وفي الكاليتي اون بليس اكثر حاجه توا عندنا شو قدامنا احنا عندنا توا شفنا زوز تابوريات ايوا وعندي اللوحات حنان صورتها اي اللوحات هذوكم اللي هم اي ارتيزان حاجه ارتيزان حاجه جديده حلوه شنو هذاك مش مبر شنو المغلف هذاك شنو هو؟ موس لا البراني البلار تاع اللوحات فلور 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 وعندي على سطا زوز انواع ايوا وعندك البيوت الصاله الكل يعني العربي والصالونات كل كليون شنو اللي يحب يجيك يقول لك نختار اللون هذا نختار هذا يمشي مع الصاله نتاعو يمشي مع الديكور نتاعو مع حسب الديكور نتاع دارو ولا اسوامك عاده باهيه ولا غاليه مناسبة شويه في مناسبة شعبيه يعني على الاخر على الاخر خاصه منطقه الرواد يعني فيها برشا ناس يعني ماهمش قادرين يمشوا يشريوا برشا حاجات يعني ككل جهه في تونس تلقى حتى ولو هو يكون لاباس عليه يقول لك نحب نشري حاجه في المتناول حقيقه مانيش نتعمى الأغلبية معنا في رواد صحيحة لكن أنا ما نتعاملش مع جماعة رواد نتعامل بعيد يعني شوية فقط يعني مع الكل
من الكرام في فرنسا معناتها على يعني الجهة. ما شاء الله الماركه نتاعك قاعده سوسه صفاقس. برافو برافو ربي يعاونك الحمد لله والحمد لله. ليت واحد كيخدم يعني باذن الله لاباس. ثم الانترنت ما عادش حتى يعطل. قداش رقمك في ساعه فاطمه؟ 50 440 441. 50 440 441. كل مروه وبشويه يدخلوا هي ونسرين يدخلوا حدانا تو واحده تقعد حدا سي محمد واحده يعني حتى واقفين ما يسالش. تفضلوا مروه ونسرين اقل حصه يعيشكم. خوله اليوم مشروعك هذا لاباس تو ماشي لاباس هكاك شوي شوي. شنو اللي ناقص؟ ناقص شويه التمويل باش نجموا نوسعوا. شكون توجه نداء نتاعك لشكون؟ اللي لهين بينا نتاع المشاريع الصغرى لهين بالحرفيين. إجا من هوني مروة قرب من هنا خير. ونسرين تقرب شوية في الوسط أنا بينك وبين فاطمة. أيوة بين خولة وفاطمة طبعا الميكرو نستعملوا مع بعضنا. أي تفضل. قلت لي شكون اللي هي بالمشاريع؟ وزارة التشغيل وزارة شكون؟ وزارة التجارة للمشاريع الصغرى أهي للتمويل. و أنت دقيت الباب جاوبوك وإلا لا؟ ماك تعرف الروتين الإداري. استنى شوية. أي هاو عندك الميكرو. أي. قول وجه رسالتك. نوجه رسالتي معناها يعاونونا ما يقعدوش يأجلوا فينا. استنى شوية جيب ورقة هذه رجعك على حاجة بسيطة على الأقل باش نجموا احنا نقدموا كحرفيين. خاصة ما زلتوا شباب في بدايتكم وتخدموا وتحبوا. انا عندي تويكا عامين ونص من اللي تخرجت معناها نتسمى كلهم في الدومين خمس سنين. اما معناها الحمد لله عملت مجهوداتي وحدي الشخصية باش نجم نعرف بروحي ونوصل اللي نجمت. شاركت شوية شوية كي غير بديت في المعارض ما شاركتش برشا. قديش رقمك؟ 92 77 28 63. عاود 92 77 28 63. الاسم الماركة لوريزون. الصفحة نتاعنا لارت دامبريسيون وفيسبوك خولة براهمي امبريسيون. باهي برشا. فاطمة عمار اسم الباج نتاعك وتليفونك؟ فاطوم ديزاين. ايوا تليفوني 50 440 441. فاطوم ديزاين جاوبني كي انا نبعث لك نقول لك نحب نعمل كوموند يعني فما شكون الادمين يجاوبني يتفاعل معنا. انا نجاوبك بطبيعه الحال. يعطيك الصحه فاطوم. حبيت نفكر معناتها اف ا تي او او ام اف ا تي ما يغلطوش في او او ام. فاطوم ديزاين. ايوا رقم تاعي 50 440 441. شكرا لك فاطمه يعطيك الصحه. مروه الميكرو اقرب شويه. مرحبا بك مروه بن جديد. اهلا وسهلا. عايشك وبك اكثر عايشك. لكن بن حسونه هكا. بن حسونه مروه بن حسونه. انت اليوم مشروعك هو قولوا احنا الحاجات الطبيعيه القديمه يعني الزمنيه نتاعنا نشوفوا في المعجون الفريز قلنا معجون مشماش. مشروع معجون الخوخ. معجون الخوخ ان شاء الله قريب. ايوه أنا منتوجاتي طبيعية مصبرة بدون مواد حافظة. برافو. نستنى باش نعمل الاتيليه نتاعي صغيرة. نستنى في الماتريال نتاعي مقدمة الدوسي البي تي اس. أيوة. نستنى توقف مع الكورونا نستنى باش نعمل أوكبوك خرج الثلاثة ويتبع هو الدوسي إن شاء الله. أول بأول إن شاء الله نصيف ساعة من قاعدة الدوسي نروحوا في قلب تونس إن شاء الله. هكا هو نحب نشكر اللي عاونوني الكل راجلي معايا اللي واقف لي أمن فكرتي دارنا. اسمع كلمها قال شو بك ما شكرتني شو بك كلمني قال لي قد ما جبت لك فريز وكل شيء. دارنا أمي بابا دار راجلي حميتي وحموية والكل حاسيله ونستنى باش نحل تولي متاعي خطر لي برود عايشك خطر لي برود عايشك ذكرنا في صفحتك لي برودوي كمل فكرة خطر لي برودوي متاعي عجبوا العبيد ونستنى باش نحل تولي متاعي إن شاء الله. رقم تليفونك مروة 56 055 735. صفحتك مروة بن حسونة. ما زلت على صفحتي ما زلت ونبدي عندي شهر ونص ما لبديت. اسلام تنصحها بالانستغرام ولا؟ اي هذيك اش قلت لها انا ديجا اول حاجه عندك انستغرام قالت لي ما عنديش قلت لها اول حاجه يلزمك تعملها الانستغرام. انستغرام شكرا لك مروه يعطيك الصحه. نسرين بن حميده ايضا الخجوله. مرحبا بك نسرين من جديد. عايشك ذكرنا باسم الماركه نتاعك غافي بيل والصفحه نتاعي غافي بيل بوان تونيزيا.
أيوة اللي هي تجاوبونا كي نتصلوا بكم. أي بالطبيعة أي أنا لهي بها الصفحة هذيا وقبل حتى ما الحريف يعدي الكوماند متاعه معناها نحكي معاه ناخذ منه بالضبط البزوع متاعه الحاجيات متاعه نحكي معاه ننصحه نوجهه وعلى ضوء هذاك نختار له أنا البرودوي اللي يناسبه. قديش رقمك؟ 97-662-767. شكرا نسرين شرفنا برشا. اسلام مرزوق شرفني الوقت عدا في صح عايشك. شكرا لك اسلام مرحبا بيك. بون خليني نقول تحيه بيان سور لامي وبابا. ايوا وبنيتي زيد راهم قاعدين تو يتفرجوا فيا ربي يفضلهم. ولابي فامي 8 سنين ونص و 4 سنين ونص لامي سولي ربي يفضلهم وراجلي بيان سور تحية ليه من باريس سي محمد اسطنبول. حبيت نقول حاجة اللي يحب يعمل كسوة ونكريوها له وهو يجي من الخارج نفرحوه بقدرة ربي نعملوا له حاجة على قياسه تسوم معقول ونكريوها له وتقعد للحانوت للكراوات هذه نعمل فيها حاجة ما يعمل حتى حد. برافو سي محمد. القياس المهم أهم حاجة هو القياس. 10 نهج نهج من جسلين تونس تونس. سي محمد اسطنبول يعطيك صحة شرفتني برشا شكرا مروان محفوظي شكرا أيضا سي الأسعد حسونة بن حسونة بن حسونة والدتك أيضا نسرين تحية ما نحب نوجه لها تحية كبيرة برشا هي تعبة معايا وهي اللي معايا دايما. ربي فضلك مروة فيس. نحب نشكر أختي شيديا برشا 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 هي اللي واقفة معايا وهي اللي تشجع فيها وهي اللي آمنت فكرتي يعطيها الصحة بقدرة ربي مانيش نخيبها فيك. لبس لبس عايش. حنان ما يعطيك صحة شكرا ليك شرفتنا أيضا جمعية هنا شكرا ليكم الناس كل. جست نسيت حاجة قول. اللي حرفي وإلا مصمم ولا يرى في روحه معناتها حاجة كي حلمة معناتها ويحب يوصلها لبرا إن نزيد با معناتها بشي كونتاكتينا لمدينة ماركت بليس على الفيسبوك سينو الانستغرام كيف كيف وكما قلناكم www.lemdina.com وتحية لأخوتي زيدا سيتون خويا مالك اللي في فرنسا وبليل في تونس. شكرا عمر جبالي شكرا حنين على الغنية تفضل. أي جيش حنين فيسا بتحب تهني شكون أعطيها الميكرو فيسا حنين تفضلي. نحب نهني نور محمود الرساع بالباك وإن شاء الله يربي العقبة للمهم. يعطيكم صحة ناس كل لتقابلوا نهار اثنين إن شاء الله في نوار عشية بعد أخبار الخامسة مساء ناس كل قلوكم شهية طيبة وإلى اللقاء.